خرجنا اليوم في رحلة مغامرة خطيرة جدا في ركوب المناطيد كما تشاهدونها أمامكم، آلاف المناطيد في المنطقة هذه. نحن الآن على ارتفعنا في السماء على ارتفاع كبير جدا كما تشاهدون ارتفاع يعني تقريبا بين 500 ل 1000 متر تقريبا كما تشاهدون. نحن في هذا المنطاد في كابادوكيا مدينة المناطيد، وصلنا إلى وادي العفاريت كما تشاهدون أمامكم. هذا هو وادي العفاريت والجن. أنا بالفعل شيء يعني رهيب جدا. يضيف له مادة الكروسين، مادة الهيل حتى كما تشاهدون أمامكم بالون ضخم جدا. شاهدوا المناطيد، شيء رائع جدا، آلاف المناطيد في هذا المكان الجميل، وادي العفاريت، وادي الجن. طبعا من يريد أن يركب في هذا المكان في المناطيد عليه أن يوقع على تنازل عن كافر الأحداث التي تمشي، لكن ربنا الحافظ مغامرة جريئة جدا. معنا قايد طبعا وجروب، طبعا تنازل عن الحياة إذا في حالة لا قدر الله صار حاجة، الشركة غير مسؤولة عنك، لازم توقع وتطلع في هذا المنطاد. انظروا إلى آلاف وجه الصبح الشروق، هذا هو الوادي، اقتربنا منه بالفعل شيء رهيب وعجيب. اقتربنا إلى الأرض، نحن على ارتفاع مترين بس عن الأرض. هذا هو الوادي، وادي الجن. لا نحرق بعدين. انظروا إلى الكهوف ومغارات في هذا المكان الذي سكنه الآلاف من البشر، سكنه حضارات كثيرة. اقتربنا وادي الجن، شوفوا 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 يا سلام. يعني تذكر 50 يورو بس. وادي الجن.
شوفوا شوفوا آثار. ممالك عجيبة سبحان الله. شوي 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 يا الأثول لينفجر فينا العين. لا حول. هذا هو المنطاد كما تشاهدون من القش. ممالك غريبة عجيبة سبحان الله. تتجول في آلاف السنين. يقول عصر الإنسان الحضارات القديمة والجنة. أنصحكم بزيارة هذا المكان الرائع الجميل المميز وادي العفاريت في كابادوكيا. آلاف السياح والعالم يأتون هنا ويشاهدون المناظر الاستكشافية هذه. أنا لقاء كنت في رعاية الله. لماذا بصدق من كابادوكيا؟